الوحدة إلى ربع نشرة ظهيرة من القناة الثانية، هذه أبرز العناوين. الأسود أمام فهود الكونغو الديمقراطية، كل الطرق ستؤدي إلى مركب محمد الخامس في البيضاء في لقاء التأهل إلى المونديال. في الظهيرة صوت الجماهير المغربية في مباراة الحسم، وفي البلاتو عن القسم الرياضي يحضر معنا حسن فاتح. المغرب حاضر في قمة النقب، قمة ثلاثية مع وزراء خارجية أمريكا، مصر، الإمارات، البحرين وإسرائيل، قمة برسائل يتقاطع فيها ما هو سياسي بما هو أمني واقتصادي. ضيف الملف عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط. سؤال جودة البرتقال يطرح في الفترة الراهنة، ماذا عن صحة ما يروج حول وجود بقايا مبيدات زراعية سامة في برتقال يصل إلى المستهلك؟ ضيفتنا عن مكتب لونسا خديجة عارف. تخطف الأضواء في ليلة الأوسكار صفعة ويل سميث للفكاهي كريس روك بسبب دعابة عن زوجة النجم سميث، وكودا الأفضل في ليلة الأوسكار. أهلا بكم، مستهل ظهيرة بلقاء الحسم الذي ينتظر الأسود غدا أمام فهود الكونغو الديمقراطية في مركب محمد الخامس بالبيضاء. في رصيد المنتخب الوطني تعادل إيجابي في كينشاسا، ولا بديل على نتيجة أخرى إيجابية هنا في البيضاء. وفي دونور البيضاء غالبا ما كان المركب قنطرة عبور مضمونة للمونديال أمام مدرجات تصنع الفرجة. حسن بن رابح. كل الأنظار مشدودة صوب مباراة المنتخب الوطني المغربي ضد منتخب الكونغو الديمقراطية، وجل الساعات تنتظر ساعة الحسم يوم غد في لقاء السد عن إياب الدور الأخير المؤهل لمونديال قطر. وطبعا المكان الذي سيحتضن اللقاء مركب محمد الخامس، تميمة حظ الأسود لهذا الاختبار الجديد. وهذه متمنيات الجمهور المغربي المستقاة من مدينتي العيون ووجدة. بالنسبة للمنتخب الوطني إن شاء الله، بالنسبة للحظوظ ديالو غتكون إن شاء الله مزيانة، والتعادل الأخر إن شاء الله كان مزيان، تعادل اللي بطعم الرباح فهمتي، وهنا في المقابلة العودة إن شاء الله فهمتي دوز المنتخب المغربي مع الجمهور المغربي مع حسن استقبال الجماهير المغربية، وداك الشيء يكون واحد تكون واحد المباراة زوينة وتكون واحد نتيجة إيجابية إن شاء الله. وأنا شخصيا كنتفائل بشكل كبير بتأهل المغرب لقطر 2022. الجمهور المغربي المعروف بشغفه بالمنتخب الوطني ينتظر مواجهة بنكهة فنية مختلفة عن لقاء الذهاب، خاصة وأن الرهان هذه المرة سيخاض أمام الجمهور المغربي بمركب محمد الخامس. تصريحات أخرى من مدينتي الحسيمة ومراكش. هذا التحدي شعاره نعم نحن حاضرون في النسخة 22 في قطر 2022. وإنما لاعبون المغاربة علم أن يكونوا في اليوم في يومهم كما نقول من أجل التأهل إلى مونديال قطر 2022. أنه المغرب ديالنا المنتخب أنه واش انتصار تامين غدا نهار 3 في الدار البيضاء إن شاء الله. إن شاء الله كنتمنى من المنتخب المغربي أنه يتفوق في المباريات ديالو الجديدة. اللقاء سيلعب يوم غد على الساعة 7:30 مساء، والأمل الكبير في التأهل للحفل الكروي العالمي بقطر لسادس مرة في تاريخ أسوده الأطلس. إذن أهلا بك حسن. أهلا سنة. إذن لقاء الإياب غدا في الدار البيضاء، الناخب الوطني مطالب بحجز بطاقة المرور إلى مونديال قطر بغض النظر عما وقع في لقاء الذهاب، ما قراءتك حسن فاتح للخطة التي يمكن أن يلعب بها الناخب الوطني في لقاء حاسم وفي مركب محمد الخامس في الدار البيضاء؟ نعم سناء، مرحبا بكل المشاهدين. شرتي سناء بأن كل الطرق تؤدي إلى مركب محمد الخامس، ولكن الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى قطر هو الانتصار. ربما عندما ندخل في الاختيارات أننا واحد لواحد نقدروا نديروا 0-0 ولا الاختيارات كلها، ما ربما ما خصهاش تدخل في الحساب انتصار على المنتخب الكونغولي. شرتي بأنه كل المعطيات الإيجابية كينا، الجماهير تذاكر النفادات، الجماهير ستكون حاضرة تشجيع المنتخب الوطني، العناصر ديالنا تلعب في كل في فرق كبرى، يبقى ان المدرب ربما توظيف العناصر تو كيطرح. هذا هو السؤال اللي غادي، هذا هو الطرح اللي غادي نتكلم، انه الدور الكبير سيكون على المدرب على وحيد ان يعرف كيف يدبر هذه المقابله.
1-1 نتيجة إيجابية في الذهاب، ولكن لا ننسى أن منتخب الكونغو الآن سيلعب المقابلة لأنه ليس له شيء يخسره، سيلعب المقابلة الكل للكل. هذا ربما هذا المعطى سيعطينا كذلك فرصة أننا نتحكم في المقابلة، ولكن فقط بدون أخطاء وحيد، بدون تجريب، لأنه نلاحظ أنه بالنسبة لوحيد لا زال يجرب العناصر، حكيمي الذي لعب في غير مكانه في المقابلة الذهاب، عناصر أخرى التي بقيت في الاحتياط، العناصر التي تلعب. إذن مجموعة من المؤاخذات، كنظن أنه هذه ملاحظة نقولها. الجمهور المغربي ما بقاش يدخل في هذه المؤاخذات، الجمهور المغربي الآن يبحث عن بطاقة العبور إلى المونديال. لنحقق هذا العبور يجب أن نكون غدا في الموعد، الموعد من خلال العناصر، من خلال التشكيلة، من خلال الخطة، من خلال قراءة الخصم أثناء المقابلة. إذن كل هذه الأشياء يجب أن نتعامل معها حتى نحقق التأهل. إذن بالنسبة للمنتخب الوطني دائما كان يحقق بمركب محمد الخامس، كان يحقق التأهل. نوقفوا عند هذه النقطة حسن، دائما مركب محمد الخامس دونور الدار البيضاء عنده واحد العلاقة خاصة مع المنتخب الوطني، لأنه كان دائما ديك القنطرة ديال العبور للمونديال في 94-98. ممكن غدا يكون مركب محمد الخامس مرة أخرى فالخير على المنتخب للمرة الثالثة. ونشاهد الصور بطبيعة الحال، المنتخب الوطني كان قد تأهل سنة 93 لمونديال. كنشوفوا هذه الصور. نعم، إذا 93 كان تأهل على حساب زامبيا وتأهل لكأس العالم 94، وبعد ذلك كان التأهل لمونديال 98 بفرنسا، وكان الفوز على المنتخب الغاني. إذا المنتخب الوطني حقق مرتين، وستكون هذه المرة الثالثة لأنها ثابتة إن شاء الله أن يحقق المنتخب الوطني التأهل لكأس العالم قطر. لا ننسى أن المسجل الغريسي سنة 94، ولا ننسى المسجل أيضا خالد رغيب، ولا ننسى الذي مرر مرتين سنة 93 الحضريوي عبد الكريم النجم التمريرة التي أعطت الهدف في 94 وأعطته في 98. والحضريوي غادي يكون معنا إن شاء الله غدا في بلاتو الظهيرة. كل التوفيق للمنتخب الوطني. نعم. عندك إضافة حسن؟ نعم، سنة أظن بأنه المقابلة تلعب في 90 دقيقة. يجب على الجمهور المغربي كما أشرتي، ما يهمنا جميعا أننا نخلق الفرجة، أن نساعد منتخبنا على التأهل، أن الجماهير تساعد المنتخب الوطني وتشجع المنتخب الوطني ليحقق الهدف والمبتغى.